كمال ابو عيطه. أيوة. المناضل المعروف نصير اللي في القراء. النهارده ايه شعورك النهارده؟ انا في منتهى السعاده ان ارى وانا في حياتي زي ما رايت ذل زرع العلم في ارض بلادي في الجيزه. الجيزه ودي بلدي. ارى ازاله علم الصهيونيه البغيض النازيه الجديده من ارض الجيزه، وارجو ان اعيش لاحتفل مع هؤلاء الشباب الواعد بازاله الصهيونيه بالكامل وتحرير فلسطين. النهارده يوم للفرح، فرح الشعب المصري. انا سعيد ان ادركت شباب هذه الامه العظيمه، الشباب اللي قال عليه عبد الناصر في يوم من الايام اكثر صلابه من جيل سبق، اكثر وعيا من جيل سبق، والنهارده بقول اكثر قدره طيران من جيل سبق. انا سعيد ان البلد قدر شاب فيها يطلع يشيل علم الصهيونيه. انا شلته زمان ايام ما كان في محي الدين ابو العز، وكانت سفاره من واحد، وشلناه في المعرض الكتاب والمعرض الصناعي. ان يطير شاب في المكان ده على راي عبد الناصر بيقول لي الملائكه حرسته، الملائكه كان سنداه. يطلع ده، يطلع ويجيب العلم ده. النهارده انا سعيد ان بلدنا، ولسه شبابنا بيقول السلاح فين. الشباب اهو ما قدروش عبر 40 سنه من ثقافه الاستسلام والاستزلام والاستعباد ان يغسلوا عقول شبابنا. لازال شبابنا بخير وشعبنا بخير، لسه مع فلسطين، ولسه ضد الصهيونيه، ولسه ضد امريكا، ولسه ضد الاستعمار. ما بطلناش ابدا. تعود احلامنا القديمه، وتعود ثورتنا القديمه الجديده اللي بتتولد كل يوم، دماء الشهداء بتحييها وبتأجج نارها. وان شاء الله يا رب دايما منتصرين على اعدائنا، وزي ما نجحنا في اسقاط العلم الصهيوني ان شاء الله ننجح في اسقاط الصهيونيه ذاتها ومن وراءهم باذن الله. السلام عليكم. وشبابنا في العلالي، وشبابنا في العلالي، ثورتنا في العلالي، ثورتنا في العلالي، حروبتنا في العلالي، حروبتنا في العلالي. عالي وعالي وعالي، عالي وعالي وعالي، وعالمنا في العلالي. روحوا الحسن مبارك. كفايه عليها كده.